لانه لا ي... لان زي ما وصوهم اخوانهم في السي اي اي والموساد هدوا الجيش المصري علشان نقدر. اساءه انا هعتذر وامشي بعد اذن حضراتكم. مش اساءه ده يا عم، انا بتكلم في واقع. انا بتكلم في واقع. احنا نتكلم بقى ونقول مين العمر ومين. انا بتكلم في واقع. بقول لك اتكلم كلام مظبوط والا تاذن وامشي. ما تمشي. اسمع انا تفضلت به يا سياده العلي لو سمحت. زايد علينا يا دكتور. يا دكتور يا دكتور احنا اخوان السي اي اي والمساد. عفوا عفوا ده ما تفعلوه. ايه ده ايه ده ايه اللي بتعملوه؟ ايه ده اللي بتعملوه؟ عيب عليكم. انا عمري ما انفعلت. يا راجل ما تنفعلش. لان انا كشفت انت وانفاق. انتم تسبون الاخوان في المساء يا سياده العلي في السر وتقبلهم في وكذب. طب قول لي انت ما كنتش بتطردوا الاخوان من حزب العمل في المؤتمر 99؟ ما حصلش. احنا مطلعين كتاب. اجيب احمد شكري. اجيب احمد شكري على التليفون. احنا ليه رايحين؟ اجيب احمد شكري على التليفون. انت قلت له ايه؟ اجيب احمد شكري على التليفون. اذا كان يا سياده العميد الامر